مرحبا أعزائي المشاهدين، معكم حكيم من فريق رايد جيمز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالنيابة عن الفريق نحب أن احنا نهنيكم بشهر رمضان المبارك، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. وبكل فخر لنا نحب أن احنا نعلن رسميا عن إطلاق بطولة كأس العرب مقدمة لكم من إنتل لسنة 2022. وصلنا للعام الثالث من بطولة كأس العرب، ومع كل موسم جديد نجتهد أن احنا نطور من النظام البطولة من أجل أن احنا نشمل أكثر عدد من اللاعبين ونعطيهم الفرصة للتألق والسعي نحو اللقب. من أجل هذا الشيء قررنا أن احنا نطلق بطولتين بالتوازي. البطولة الأولى هتكون تركيزها على اللعب الاحترافي وهيكون اسمها The Prestige، أما البطولة الثانية هتكون تركيزها على اللعب الهواة وهذه هيكون اسمها The Playground. أما بالنسبة لبطولة البرستيج، سيتم دعوة أفضل 8 فرق من بطولة كأس العرب 2021، بالإضافة إلى فرصة لفريقين تانيين يفوتوا معنا ويتأهلوا من تصفيات البرستيج. هنفتح أبواب التسجيل لهذه التصفيات يوم 22 أبريل، ولكن كونوا على علم أنه عدد المقاعد لا تزيد عن 64 فريق، والحد الأدنى لأي لاعب أن يشارك في هذه البطولة هتكون دايموند 2 وما فوق. بعد ما يكون في عنا 10 فرق جاهزين يدخل معنا في البطولة الرسمية لبرستيج، هندخل إحنا إلى موسمين يلعبوا فيهم بالإضافة إلى النهائيات في آخر السنة. كل موسم هيكون مقسم إلى جزئين، الجزء الأول عبارة عن راوند روبن أو بيست أوف 1 ذهاب وإياب، الجزء الثاني هيكون بيست أوف 5 في البلاي أوفز. أما بالنسبة لبطولة البلاي جراوند فهكون تنظيمها على مدار السنة مفتوح لكل اللاعبين في العالم العربي اللي مش مسجلين معانا في بطولة البرستيج. نظام هذه البطولة هيكون مبسط بشكل سينجل إليمينيشن، وهتكون مفتوحة على 3 مناطق في هذا العالم العربي اللي هو الخليج العربي والعراق، ومن ثم بلاد الشام ومصر، والمنطقة الأخيرة هي تكون شمال أفريقيا. وبالإضافة إلى التغييرات اللي احنا شفناها في نظام اللعب وغيره من التغييرات، حابين احنا نحتفل بإضافات جديدة موجودة السنة هذه لبطولة كأس العرب من إنتل. وأول إضافة هتكون هي التغيير كلياً لشكل البطولة، اللوجو، الألوان، وحتى الاستوديو رح يكون شكله متجدد مقارنة للسنوات اللي فاتت. أما بالنسبة للإضافة الثانية فإحنا كتير مبسوطين نقول لكم أن IAC Talk Show عادت من جديد بعد ما كانت معنا في الموسم الأول من بطولة كأس العرب، وهذا هيكون فيها يعني فورمات جديد، مسابقات أكثر، هيكون في عندنا كمان فعاليات حلوة كتيرة بينكم وبين المؤثرين المفضلين لكم في هذا العام. أما في الإضافة الثالثة نحب أن احنا نقول لكم لأول مرة في تاريخ IAC هيكون في عندنا بين الموسم الأول والموسم الثاني The All Star Weekend. هذه هتكون فعالية جميلة جدا تشمل ناس من الجمهور، هيكون في عندنا لاعبين محترفين، هيكون في عندنا مؤثرين، وهيكون في معنا رايترز. انتوا هتصوتوا مين اللاعبين المفضلين لكم يلعبوا مع بعض ويكونوا جزء من هذه الفعالية، بالإضافة إلى الجوائز والفعاليات اللي تشاركوا معنا انتوا فيها. سواء كنتم من المتابعين أو من اللاعبين، حابين نحتفل حبكم للعبة League of Legends في أسلوب اللعب أو في الفن أو في الموسيقى أو حتى في الكوسبلاي، وعشان هيك رح نقدم لكم العديد من المسابقات والتحديات اللي ممكن تشاركوا معنا فيها وتفوزوا معنا العديد من المكافآت والجوائز. بعض من هذه التحديات رح تكون بالتعاون مع أكبر المؤثرين في عالم League of Legends هنا في العالم العربي. وطبعا مثل ما عودناكم كل سنة، البث المباشر رح يكون للمباريات الرسمية لبطولة البرستيج على قنواتنا تويتش، يوتيوب وفيسبوك، ولا تنسوا أن تتابعونا على المواقع الاجتماعية من أجل أن تكونوا عندكم آخر المستجدات وما تروحوا عليكم أي فرصة للمتابعة في هذه البطولة. يعطيكم ألف عافية أعزائي المشاهدين، وشكراً كثير لمتابعتكم لنا لهذا الفيديو. مني ومن فريق رايد جيمز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتمنى للجميع التوفيق ومع السلامة.